اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير خلق الله. جمعه مباركه البنات، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. جبت لكم فيديو راح يفرحكم بزاف، خصوصا القراب الصيفيه راحين تفرحوا، سيرتو زوالي نهارك اليوم تفرح. شوفوا المحل هذا هو محل اخوه، كما نقولوا اسم المحل على برا محلات السعيد للاعشاب ومواد التجميل، يبيعوا جمله وديطاي، عندهم فروع بزاف في الصيف. المهم قبل ما نعطي لكم العنوان، راهو في رود سيليك توال هذيك سامسونج الكبيره، الدار هذيك اللي فيها سامسونج اون فاس ليها خضار تاع سيريستي صغيره، تطلعوا زوج خطوات تلقاو المحل. قبل ما نبدا نشرح لكم العروض اللي كاينه، حبيت نقول لكم بلي السعر راهو اقل من سعر الجمله لكن بشروط. تشري ارتيكل واحد مثلا طاجين، طاجين تاع 60 الف هو حاطو ب 25 الف، هذا راهو يمبورتي مش شي كيما نقولوا، رانا في محل صاحب الشي كيما نقولوا. ربي يزيد في ماله ان شاء الله. المهم كي تشري طاجين تاع 60 الف تسلكي 25 الف، بصح تشري واحد فريد يومين ثلاثه راح يزيد واحد، معليش بصح مش نفس النهار، باش الناس كل ضوب، باش غدوه السبت العرض هذا يقيس اكثر ناس، مش تي تروحي تشري 30 طاجين ومن بعد يجي وراك ما يلقاوش. من كل عرض اللي مديرو سواء في العسل سواء في الطاجين سواء في الزيت سواء في البربوشه سواء في المسفوف سواء في الفريك سواء في الاخر، مدير العرض هذا تاع تشري كميه محدده، مش مسموح لك تهزي مثلا 10 كيلو مسفوف ببري اقل من الناس وتخليك ساعتك اللي يجي وراك ما يشريش. كل واحد مثلا في البربوشه ومسفوف اكثر كميه تشري 2 كيلو، فهمتوني؟ دوك نبداو بالحاجه نشرح لكم، هذا راهو عرض خاص جدا، نتمنى غدوه تبروفيتي، وخاصه الصيفيه راهو مشهوره المحلات هذو، راهو مشهور بقوه وعندهم غاشي كبير كبير كبير، لكن بالتعاون مع قناه روزا دير لكم عرض خاص اللي هو ماشي غدا فقط، اسبوع كاملا، لكن يبدا من الصباح السبت صباح راح تلقاو هذا العرض تاع الاسعار. ارض ارض ارض، يعني في ظروف هذه اللي رانا فيها كاين بعض المحلات فعلا راهي تحب تعاون الناس وتحب كما نقولوا الناس كامل تشري عليها. اولا المحل هذا قلت لكم راه في روتيليك اون فاس سامسونج، هذيك الدار الكبيره اللي مكتوبه سامسونج. الصيفيه تزيدوا شرحوا لنا مليح العنوان في التعليقات، انا الفيديو راه وصلني فقط. هنا راهي دار تريسيتي، هذيك زوج محلات تلقاوه، هو محل اعشاب تلقاوه برا حاط طواجن. اول عرض نبداو به هذو الطواجن، راهم سعرهم في كل المحلات في العلمه ولا في الصيف 65 الف، هو غدا راهو حاطهم ب 25 الف، بشرط تشري واحد فريد، ما تقدريش تشري زوج وثلاثه، تشري واحد فريد باش اللي وراك يشري واللي وراك يشري، وهي رايحه تقدري تروحي لحد اثنين تزيد ديك ساعتك تشري واحد اخر، معليش المهم البيع قطعه واحده باش الناس كل تحضر العرض هذا، راهو ب 25 الف فقط، من 65 ب 25 سواء في سواء مطلوع سواء كسر، نوعيه ممتازه ماشي كي تقولوا هبط السعر معناتها يطرطق ولا هذا، ونفس النوعيه اللي راه في كل المحلات تاع 65. هذا نروحوا باش الناس كامل تلحق بالعرض، فهمتوا لها من قصر. دوكا بسم الله ندخلوا المحل نشوفوا العروض تاع المحل. هنا التاكيد على العنوان قلت لكم راهم قابل هذيك الدار اللي مكتوبه اللي فيها سامسونج. دوكا نروحوا للفخار، شوفوا الفخار عنده الفخار تاع تونس، عنده الفخار تاع الاسبان، وعنده الفخار تاع المغرب، وكاين الفخار تاع الجزائر، اكيد كل واحد نوعيته وكل واحد سعر. البيع راهو جمله وديطاي، لكن الجمله وذاك تحبوا تتصلوا برقم الهاتف تواصلوا معاه، راهو كما نقولوا مشهور جدا. انا نهضر لكم غير على صحاب لي طاي، على مشتركاتي غدوه اللي راحين ينتهزوا الفرصه مده ايام ماشي غدر فقط، ديما مرحبا بكم. هادو راهم غارونتي ما يطردقوش، واذا طردقو قال لكم تجيبوها ترجعوها نعطيكم واحده اخرى، ما تطردقش يعني برمتهم ولا حوايجهم. كاين البرمه تاع الجزائر، كاين البرمه تاع الاسبان، كاين القلول تاع الماء، كاين الغلايات هذوك تاع القهوه تاع تونس، كاين البول تاع الشوربه وطبسي هكذا كما نقول مثلا تاع التقديم، يتحط فوق النار ما يصرى لهم والو يعني بالغارونتي. سما وباين ملامتي وعلى بالو واش راهو يبيع، مادام سيدي يبيع جمله وديطاي ويمبورتي، سما يتحمل مسؤوليه كلامه، والعرض هذا راهو نقلا مني عن كلام صاحب الشي، سما واش قال لكم هو انا نقول لكم، انا نوصل لكم فقط، ما انا الا وسيط. شوف هادو كامل ركن خاص بحوايج الفخار، شوفوا طباسه هادو تاع ريشه ثاني واش باهين. الاسعار راهي ارض ارض ارض، وكاين حوايج ما ذكرتش السعر لانه قليل بزاف، تالمو راح تفزد على المحلات الاخرين وتفزد على صحاب الديطاي اللي مانيش حابه نذكر، لكن كي تروحوا غدا راح نشوفوا العروض وحدكم. شوفوا هذو كامل طيبوا فيهم، دخلوهم في الفور تستعملوهم فوق النار ما يصرى لهم والو بكل انواعهم. هنا اكيد القلل تاع الماء ثاني متوفرين، هذه اللي قلت لكم الغلايه تاع تونس، كل حاجه كم تلقاهم مكتوبه السعر تاعها. ها
هذو البول تاع الشوربه والبلا هذا يتحطوا فوق النار عادي، سواء تقدموا فيهم سواء تحطوا طيبوا فيهم ما يصير لهم والو. ايضا نروحوا الركن مهم بزاف عندهم اللي هو كيفاش يقولوا ما زهر مقطر ما الورد مقطر، هذو اصليين. زبده الشيا الاصليه راهي متوفره عندهم، زيت جوز الهند الاصلي وزيت الذرو الاصلي، هذو في زوج كاينين راكم تعرفوهم، الناس الخبره في المواضيع هذه يعرفوهم كيف يلقاهم جاودين من نوعيه. سيرتو زيت الذرو يخدعوا فيه الناس، تبيع فيه خفيف مره، هو زيت الذرو اصلا يجي جامد. هاو لكم زيت الذرو الجامد الاصلي، شوفوا كل الزيوت الاصليه راهي متوفره الاصليه بسعر ارض، يعني بسعر ما كانش ما يكونش راح تلقاوه ابدا في حتى محل. صاحب المحل ولا صاحب هذه السلعه راهو يلزم بلي اسعاره ما كانش في السوق ويتحمل مسؤوليه كامل. طبعا ايضا الكرموس راهو ب50 في الكيلو برك، بصح بشرط تشري كيلو فريد، ماشي تروحي تشري 10 كيلو من بعد يجي وراك مطيلهم، لا لا، كل شخص يدخل عنده الحق انه يشري كيلو باش الناس كامل يقيس هذا العرض. دوكا نروحو للكسبر والاعشاب، عنده كلش كيما الكسبر برك، عنده اربع انواع من الكسبر سما في كل حاجه كيفاش يقولوا عنده ولاميتي. الاعشاب كامل متوفرين، التوابل كاينين. دوكا نروحو للشخشوخ المسفوف العيش البربوشه اكيد المفتولين تاع الدار تاع حراير، الكيلو تاعهم ب15000 فقط، بصح بشرط لازم تدي زوج كيلو فقط، ما يبيعلكش بال10 كيلو، تدي زوج كيلو من كلش مثلا معليش، غدوة غدوة زيدي ربح يدي زوج كيلو، لكن هما ما يحطوا العرض صباح، ما يحطوا بال10 قناطر صباح العشوات خلاص، تسمى باش الناس كامل تدي، مسموح البيع بالزوج كيلو برك. الفريك عندهم يوميا جديد، يوميا يرحيو جديد، السعر تاع الفريك نورمالمون ب40000، راهو في المحلات شتو ب90000، وراهو هذا جديد ويبيع لهم، هو اللي راهو يفرغ لهم ديطاي وجملة، لكن العرض أنك تشري كيلو برك. المرمز ب35 والفريك ب45، هذا وين ذكرت، المرمز ب35 في الكيلو والفريك ب45 في الكيلو. الشوفان نوعية ممتازة 45 في الكيلو، عرض خاص جدا في الشوفان. ها شوف اتذكروا المرمز والفريك مادام وقتهم تقدروا تروحوا تشريو كيلو كيلو، كيلو فريد لكل زبون. المرمز هاو ب35 والفريك ب45. الصيفية اللي يعرفوا سلسلة المحلات هذه ولا يعرفوا المحل هذا يكتبوا لنا، ترى العروض تاعو الغاشية انا سقسيت عليه بزاف الصيفيات، قالوا لي محل في القمة وعروض وديما يومي يومي عنده كما نقولوا الغاشي والعروض هذه. دوكا نروحوا للاعشاب، شوفوا الاعشاب المفقودة كامل متوفرة، تاع الامراض كامل، اي واحدة تحوس عليها عشبة ولا مريضة ولا تحوس عليها سواء تاع كما نقولوا تسهيل الضنايا ولا تاع الامراض عافاكم الله السرطان راهي متوفرة، حتى المرض بالسرطان راهو يعطيكم اعشاب باطل ما عندوش مشكل، يعني فقط ثم الخلطة عليكم تجيو برك تقولوا له هاي الخلطة اعطيني اعطيني اعطيني، يصدقهم باطل يعني كما نقولوا هذه اللجر راهي متوفرة. توابل مريم كاينه، توابل الدجاج، توابل اللحم، توابل البطاطا مقليه، هذو كامل احسن اجود النوعيات متوفرين بالميزان. العسل ثاني متوفر سواء تاع الترك سواء تاع لامبورط تاع الجزائر سواء المحلي ولا تاع لامبورطاسيون، هذو التوابل قلت لكم متوفرين، تاع البطاطا مقليه تاع العدس تاع توابل الدجاج تاع الحمص تاع سباغيتي، عندهم كل شيء وكل شيء جديد، كل صباح هذو يتعمروا بسلعه جديد لانه اصلا السلعه ما تبقاش في المحل هذا، وعندهم سلسلة محلات أخرى في أماكن أخرى في الصيف أنا برك ما نعرفهمش. المهم اليوم حبيت نعطيكم هذا، وخليكم أكيد رقم الهاتف تاع صاحب المحل وصاحب الشي، أي واحد عنده سؤال استفسار حاب يسقسي ما عرفش الحانوت حاب يشري جملة حاب يشري ديطاي يعيطلو ليه، يعني أنا وصيت فقط أنا نبلغكم فقط بالمعلومة، كاين الناس بزاف ما يعرفوش بلي غدوة كاين العرض هذا. دوكا نروحو للعسل الحر، العسل الحر كاين تاع كيفاش يقولو قلت لكم تاع الجزائر وكاين تاع الترك في زوج تقلب كيف كيف، القرعة الصغيرة ب45 فقط، بصح وشني يبيعوا قرعة واحدة راهو عسل أصلي يعني على ضمنتو على كلامه، قالكم البيع بالقرعة واحدة فقط، البيع واحدة فقط ممنوع تشريو فوق واحدة باش كل زبون يقدر يطير له أنه يشري من كلش. دوكا نروحو للمسمنات، هذو مسمنات الحلبة الرومانية راهم معروفين، مسمنات اللحسة الصحراوية وكاينة تاع التنحيف، أسعارهم نظن راهي ب60000، أسعارهم في الصفحات ولا في الآخر يبيعوهم غاليين بزاف، قالكم راهي متوفرة عندنا الأصليين ب60000 فقط، لأنهم هذو كيتعاقدو مع جهة ولا يتعاقدو يشريو بالكونتيتي كبيرة كيما نقولو يشريو بالقناطير وهذاك، سما البري يشريو أرض وهما ثاني راهم دايرين أسعار البيع أرض.
هايديكم مكونات مكتوبه بصح ثاني نفس المشكل، ماشي تجي وحده تشري طول 20 قرعه تروح تعاود بهم سوق وتفزت الخدمه، نو ماشي هكذا. البيع بالقرعه وحده باش الناس كامل تقدر تشري بالاره فريده. ايضا نتوفر المنحفه فقط ما صورها لكمش، راهي ب 60000. هايديكم هذو المكونات، التصوير شويه ناقص راكم تشوفوا على بالكم، مش انا اللي صورت الفيديو راه وصلنا فقط، لكن حبيت نحط لكم مباشره اليوم باش تعرفوا بلي العرض هذا يبدا من السبت صباح، يعني باش تفرحوا كامل تدعي لي دعوه الخير. وغدوه كنت تروحوا والله تشريوا لي اكتبوا لي في التعليقات واش لقيتوا الاستقبال، واش لقيتوا منه، واش لقيتوا العروض. انا عجبوني حوايج بزاف بصح اختي كيما طواجن حاولت نشري كسره وما طلعوا البيع بالواحد. هيا قلت السبت نروح انا والحد ندز خويا يجيب تاع المطلوع وخلاص، لانه العروض هايله والنوعيات مليحه. يعني سقسيت قلت لكم صيفيات نعرفهم، قالوا لي مشهور يعني صاحب المحل هذا بالعروض هذه، انا اول مره نشوف العروض هذه وشويه حيرت لي، يعني جاتني التفاصيل ولا الاسعار ولا العروض اللي مديرها ارض يعني رخاص بزاف. الفريق جديد يترحى يومي ب 40 باطل، بصح واش ثاني ندير شروط البيع تشري غير بالكيلو هكذا باش الناس كامل تقدر تشري. وكتبوا لي ثاني اراءكم في العروض هذو، عجبوكم ما عجبوكمش، عرفتوا المحل كل التفاصيل رقم الهاتف في صفحتهم في صندوق الوصف. هذا هو الطاجين اللي قلت لكم تاع 65 تروحوا تشريوه غير ب 25، بصح تشريو بواحد فقط تدخلي تهزي واحد سلكي وخلاص، تقدر يومين ثلاثه زيد تروحي تجيبي واحد اخر، بصح في نفس اليوم ممنوع يبيع لك واحد فريد. انا جاتني الفكره نروح اون نو اوميج دو مرت خويا اختي، ندخلها هي تروح تدخل قبل تجيب الطاجين وتخرج، نزيد انا نروح نجيب الطاجين الاخر، نزيد ندخل انا نشري كيلو فريك، نزيد هي تدخل ورايا تشري كيلو فريك، ونلمو الكونتيتي وخلاص نتلاعبو وصاي. لا لا هو العرض جميل جدا هكذا باش الناس كامل تدي، باش مش واحد صباح يروح يهز قنطار ويخلي الناس ما تديش، كيبيع بالكيلو بزوج كيلو الناس كل تدي. انا عجبني انا مع العرض هذا باش الناس كل تلحق. شوف الطاجين راهو نوعيه ممتازه. شوفوا زيت زيتون ايضا راهو متوفر تاع الكنزات، نورمالمون الاسم مانيش غلطه فيه هكذا، المصدر تاعو تاع الكنزات، نوعيه ممتازه، راهو الليتره يعني تاعو ب 45000. هذا ليكم بانواعو زيت زيتون الاصلي الحر، الليتره تاعو ب 45، اسعاركم تعرفوها، اسعار الزيت واسعار الفريك واسعار المرمز اسعار البربوشه واسعار الطواجن راهي معروفه للجميع في الاسواق. هنا راكم تشوفوا الاسعار كيفاش راهي، شوفوا من بالنسبه من الكوتي كامل تاع لي كريم تقريبا كامل السعر تحت سعر الجمله، لي كريم بانواعهم اي كريمه حبينا عنده سعرها اقل من سعر الجمله. اكيد لا دات كل شيء ريفلو، مشيت بسوس ولا كثير قهوه ارض نفحت له، وراه يمبورتي وعنده سلسله محلات بيعوا جمله، المحل هذا فقط اللي فيه العرض، ما تروحوش محلات اخرى تشريو عليهم، هو في المحل هذا كي عاد هو واقف ثم قالك راح ننظمها غدوه ويشريو بالكميات المحدوده باش الناس كامل تجرب هذا العرض ويعجبها. نذكركم انه المحل في ولايه سطيف، تولى كيما نقولوا في روتسيليك مش بعيد بزاف على نجم ومود، وكاين ايضا هذه تولو الدار تاع سامسونج وهذيك الدار تاع تريسيتي، راهم قابل الدار تاع تريسيتي بالضبط. رقم الهاتف تاعو وصفحته في فيسبوك راح تكون كاينه في صندوق الوصف ان شاء الله. انا نقولوا اذا كان العرض هذا حقيقي 100% راهو خرافي، انا صباح راح نتاكد اول وحده راح نكون هي انا اول زبونه. حبيت نقول لكم بالتوفيق ويعطيكم الصحه على العروض.